السلام عليكم لكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ما عنده حتى علاقه مع المحتوى اللي غادي نقدمه. تلاقيت مع واحد لا فيديو بلوتو، ما عندناش بزاف، ما هي فيديو قديمه، واحد الاشكال، واحد الوحده، والله اقسم بالله ما على بالي واش دير ولا واش تكون ولا وشنو هي، كاسخش واحد الحصه تاع واحد البنادم ما فهمناش، كجورناليست ولا يدير لي كاميرا كاشي ولا يدير لي اكسبيريونس سوسيال ولا وشنو هي مهنته في الحياه. اوكي ابار كو بان باللي متكي ويدير كلش في هذيك لاشين، وحده ايه شتي لا نحشني لو كان توسي نحكي لك واحد الوحده تغني تاخذنا نصوت. نبدا من عند كارول لو سمحت. يحيى نو. انا نو. انا نو. انا كذلك اسمح لي. شكرا. خدمت في كاع ليشان اودي وشنو تلموا على واحد الانسان محترم، غير محترم اللي يا حسين الججلي بس مو عموره ولا بن عموره هكا ستام بروف، انسان محترم يقدم المحتوى بسيط مع ناس بساطه يضحك، ونقسم لكم بحب الله العلي العظيم هربي المسلم اللي راه تما يوجد دوكا في التلفزيون، والله العلي العظيم كاين حاجه واحده نتلاقاو انا وبابا نشوفوها مع بعض، هي حسين الججلي ومن بعد نفدوا روحنا وكل واحد يطلق راسو، هذاك ما كان نفطروا نروحوا نشوفوا حسين الججلي ومن بعد كل واحد يطلق راسو، جابوه قالوا له انت واي كدير في العنف في الشاب، وحنا بلادنا هايلة وشابة وحنا كذا، وانت يا راك دير في العنف في وسط الشباب الجزائري وراك تثير واش قالو دوك تشوفو هنا تخرج اسوأ ما في الشعب. معليش ما اسوأ في الشعب خلو حسين قال لك زعما سوا ديزون الشاب الجزائري هما كانوا يخربوا فيه باش يجبدوه اسوأ ما فيه. اوكي ما جابوش واحد الحلقة انا شتها تاع واحد الانسان كان ملتحي هكا ما شاء الله قاعد يقول له خلاص يا اخي ربط لي الموطو خلاص ومنا ويهضر معاه بلا جونتياس ومن راه جوج وثلاثه، واحد اخر كي زعما يغلط يلعبها غلط له في ليسونس، طاح مع واحد الانسان فري عاقل راه مليار و 200 الف كان هضروا جونتيمو اي سي لوجيك، هو خدمتو يبيكيك باش من بعد كي تقلق ولا تزعف ولا يقول لك كاميرا كاشي، هادي سبحان الله راه مسجل اللي ضلوا تشهدوا به فيك في فيك. اوكي وجاي تكون نورمال وتزيدوا تهضروا عليها وديروا عليها الديبريفين ويزو، وهذا التوانا خدم حاجه سامبل مع ناس بساطه وفري كاميرا كاشي ماشي مخدومه، وانتم على بالكم باللي على بالي باللي مليح مليح باللي لي كاميرا كاشي مخدومين حاجه مع الشعب البسيط ناس بساطه كما يقولوا تاع الجزائر العميقه ولا اي حاجه لازم تندار في الجزائر ما خدوش يتقبلوها كبنادم هكا اور الجي بلا ما يحتاج الالجي وبلا ما يجي الالجي دار حاجه حبوا ما كنتش دايرين كاميرا كاشي واسمها كدا التكسار حصه التكسار ولا استوديو التكسار وشكون تجيبو فيهم انا ما تضحكش انا تبروفوكيو فيهم باش الضيوف عامة باش كي يتقلقوا تقول لهم كاميرا كاشي ولا هذوك ما جبتوش اسوأ ما في الشعب. معليش المهم جيب واحد النكره نقسم لكم بالله ما تعرفهاش باش اللي يعرفها ابار يماها زعما لعبتها كي هو جاوب ضربك بريبونس اقسم لك بالله العلي العظيم تاع باللوم بيدقك روح تروح بعد ان هي بقيت درتي هكا هذا الجاز هكا شغل ما قنعكش زعما واش من المستوى عندك باش تمارسي النقد الفني باش نحاوزو نقنعوك
اسكو مليحه ماشي مليحه يا ودي ما عليش نديرو هكا. واش من المستوى عندك؟ وشنو هي الحاجه اللي تخولك انك تقولي هذا الشيء؟ ايه وهذا الشيء لا تقلع في نفسك. طحتي مع شان فوحه ولا يختلف عليها اثنان باللي واش يعيطوا لهاد الجيك بكاش لي يعيط لهادوك باسماء غير يقول لك قناه الزيغو صدتي شكون يصفق لك. راكم قاعدين تماك تكذبوا على بعضاكم تهضروا بلغه الخشب مواضيع سطحيه جدا ما توشي والو ما تقدموا والو ما تزيدوا والو. الحصه تاع زبير هذيك نقسم لكم بالله العلي العظيم مستوى فيها البساطه وفيها المستوى ما تلاقوهمش في ربع. وانا والله العلي العظيم ما نعرفهم كامل. وتحوسي على الكاميرا كاشي قالها لك بالتعبير البسيط قال لك انا خدمت في ري كاميرا كاشي ماشي مخدومه. وانا نقول لكم بلي لي كاميرا كاشي مخدومين ولي يعرفني على باله بلي لي كاميرا كاشي مخدومين اوكي مخدومين 300% اوكي. وتجيبوا عيبات كلك كيما عام ما جبتولناش اسمها هذيك بن غبريط ما جبتوناش بن غبرت باش تبيضوا لها الصفحه تاعها وجبتوا كالكوزه باش تقولوا مسكينه بصح حنينه وبنينه ولا ناكلوا منها حنا ليسونسييل سي وتقبلوا حاجه تخدم اور الجي هكا باسكو ادر لي زالجيروا مع احترام لي زالجيروا الفنانين ما يضحكوش. دي فوا تلقى عباد فري فنانين هاربين يحبوا يمثلوا يقول لهم تي سير خالجي يقول له انا نسكن ما نقدروش. انا مع الشعب البسيط الشعب تاعي وتاعكم وتاع هذوما العباد كاع ناس بساطة دار لهم سوجيات لي اي واحد يفهمهم مواضيع هكا تاع اللي يجوز علينا في حياتنا اليومية بصح جاوبك الحارة لهفكم بصح تماك في هذاك لابيل بورتون درتولو هذيك شغل تاع حبيتو تمدو المصداقية لي كريتيك تاعكم واش درتو عيطتولو اسمح لنا الوقت فاك اوف كنت عارف على واش راح تحكي ما قالولكش كذا دقيقة التالية كنتو عارفين وموجودين لي ريبليك تاعكم قبل مواضيعكم من قبل خليتوها للدقيقة التالية باش طب حزين الججلي يرد على الفوحة بعد تكتب تكوبيوه من وقت الاخر تنوض هذاك الطابلو اللي كان هذاك فاصون تيها طفله شغل ناقصة عقل وادين ما نلوموكش اللوم لمن صلغرة تانية طفلة في منتصف الجبهة والله نحن باساج مذكور بميمز ونحطوك شداك تخرب جاي من الجزائر نايمين هون سيارة كله مشان بدا الوقت مسار طويل جدا قررت ان انسحب يعني في لحظه ما لزوتيل 3 صباحا من راح بيتك على 3 صباحا قررنا ننام بالسياره زعامه يا شوف يا اخو والو ما يحبوش سكوني في هذاك المكان راح يكون انطلاقه كبيره يعطيك الصحه خويا هدرت اخويا من قلبك هذا Despacito, despacito, despacito. أعتقد أن صوت نبدأ من عند كارول لو سمحت. يحيى نو. أنا نو. أنا نو. أنا كذلك اسمح لي. حسين الجيلي هاو حقك خويا واقسم لك بالله غير تخدم كاميرا كاشي بزاف شابه بقى وخدم واحد وحاجه نقيه وحاجه شابه ويخليك تحبها باسكو شغل تشوف روحك في هذاك الشعب زعما هي ولا هذوك اللي راهم من تماك يصرى لهم ان كاباري اوكي واش راح يقول له مش حسين يجبد اسوء ما في الشعب احنا دايرين هكا خاي انا ما تشوفوش بلي زيكسبيريونس سوسيال هذوك نفس لا رياكسيون مع كاع الشعب عام دايروا وحده زعما وحده تسير طفله صغيره هكا تجي زعما تدخل لهم تسير لك صباطك خويا وخلصني ما كاش اللي يحب ما كاش اللي يحب ما تخلى قاعدي انا نعطيك دراهم وما تسير جي ما والو واحد اخر قرر روحي خلي معايا كل واحد وكذا ما تسيتوش تخربوا حبيتو ديروا البوز خدموا وطلعوا حبطوا ما على باليش
وكنتو قادرين تعيطوا لواحد اخرين اللي داروا حصص تاع مسابقات وكذا ودوروهم، وكنتو قادرين نضرب هذه كيما داروا رايان هذاك المقدم تاع زمان، داروا تحريشه قال لك شكون الجورناليست اللي قال عندي بالكونسير يومين هذا مازال ما مات. واحد ما انترفيونا تماك، واحد ما انترفيونا ابارطوطو وجماعته وجماعه تاع فرنسا وامير ديزا ديك ستير هكا، كنتو قادرين لو كان انترفيونيتي تماك وجعلتو نولو واحد يمد لكم نوع من الرد الجميل وكلش. مي بون حسين ديجي اللي تفلي شي فلو والكاميرا كاش تاعك انا نحبها وجميع من واحد نعرفو يتبعها ويحبها. وكمل العمل جاي زيد ديالنا واحد اخرى ولي ملي زيد ديالنا واحد اخرى واخرج اسوأ ما في الشعب هكا. حنا ايه حنا هما الشعب هكا عاجبنا خير هكا الاكيب. المهم ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم وسمحوا لي المحتوى ماشي ما عارف نقدمو. مي والله غير فات اللي اختني لا فيديو نبيت نديرها ديجا ما مرتبتش افكاري ما تقبلت روحي ما والو. نتلاقاو في سعادة الخير ونعاود نقول لك صافكم بالصحة. وكاينة حاجة نسيتها فكرتها مادموزيل كي تخربي ومن بعد يخبطوك ما تدوريش تحكي لنا تقولي تضربني هكا قوني وين لحقتي انتي وين لحقتي سيريوزمون. قال لك كي لحقوني وانا كنت هجالة ولحقت وين لحقتي وين 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 سيريوزمون وين شان مسقمه ما تقدريش تريحي فيها ها شويه اصفوكم جيج لقيت تقصف ليش انقع يقصف واسمو هذاك اللي ميكري اسمو رائد واقيل واسمو يقصف زيد انت الرجال يعرفوا قيمة الرجال اوكي الرجال يعرفوا قيمة الرجال والناس محترمين. حسين انسان محترم معلم يفيد يقول يفيد المجتمع ويفيد في الناس يضحك في الناس في بيريودا اللي كثر فيها الرداء اوكي ليك. المهم لا تزعفوش علينا هذه غير كاميرا خفيه.